مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد ولقاء يوم يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. نبدا معكم هذه الحلقه بباقه منوعه من الاخبار المختلفه وتطورات الاوضاع الاوكرانيه الروسيه. بتنطلق اليوم الجوله الثالثه من المفاوضات الروسيه الاوكرانيه على الحدود البولنديه البيلاروسيه. وقد أعلن عضو الوفد الأوكراني دافيد أرخاميا أن المفاوضات ستجرى في منتجع في بيلاروسيا. بتأتي هذه الجولة بعد جولتين فشلتا في تحقيق تقدم يذكر على طريق وقف إطلاق النار. رفضت أوكرانيا الممرات الإنسانية التي اقترحت موسكو فتحها لخروج المدنيين من أوكرانيا باتجاه بيلاروسيا وروسيا. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الجيش الروسي سيتوقف اليوم عن إطلاق النار ويفتح في المقابل 6 ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، وذلك بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كانت عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية قد تعثرت بالأمس للمرة الثانية، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذا التعثر. امتنعت روسيا الاتحادية عن إرسال وفد لحضور جلسة استماع في محكمة العدل الدولية اليوم في إطار دعوة رفعتها أوكرانيا تسعى لاستصدار أمر عاجل لموسكو بوقف العمليات القتالية. بمقاعد أغلبها خالية في ظل مقاطعة روسية، بدأت جلسات في محكمة العدل الدولية تسعى أوكرانيا خلالها لإصدار أمر طارئ لوقف الأعمال القتالية، دافعة بأن موسكو طبقت على نحو خاطئ قانون الإبادة الجماعية في تبرير عملياتها العسكرية. كبيرة قضاة المحكمة أبدت أسفها لعدم وجود تمثيل قانوني للجانب الروسي. تأسف المحكمة لعدم حضور ممثل عن الجانب الروسي لهذه الجلسات. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن بلاده تنفذ عملية عسكرية خاصة مطلوبة لحماية من تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية على حد قوله، في إشارة لمن لغتهم الأم أو لغتهم الوحيدة هي الروسية في شرق أوكرانيا. وترد الدعوى التي رفعتها أوكرانيا على ذلك بأن زعم وجود إبادة جماعية غير حقيقية ولا يقدم على أي حال مبررا قانونيا للعملية العسكرية الروسية. حقيقة أن المقاعد الروسية خالية تتحدث بصوت عال، فهم غير موجودين لأنهم في ساحة المعركة يشنون حربا عدائية ضد بلادنا. وتتركز القضية حول تفسير معاهدة الموقعة عام 1948 تتعلق بمنع الإبادة الجماعية، وروسيا وأوكرانيا من الدول الموقعة على تلك المعاهدة، والتي تسمي محكمة العدل الدولية على أنها جهة فض النزاعات بين الدول الموقعة. مع الحروب والصراعات تزيد معدلات البحث عن السلام، وتدرك المجتمعات قيمة الأمن والأمان والاستقرار. فإذا لوحت الحروب بأسلحة نووية زاد البحث عن فرص النجاة، وإذا أثرت الحروب على مصادر الطاقة التقليدية ظهرت أيضا في المقابل أهمية البحث في الطاقات المتجددة. إذن الحروب ومخاطر الإشعاع النووي، سبل الوقاية وأزمات العالم بشكل عام، والبحث عن مصادر متجددة للطاقة، هذا هو العنوان أو المحور الأبرز في حلقة اليوم من المشهد. ومعي لإبداء الرأي والتحليل على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات سوف تطرح بطبيعة الأحوال في
سياق وفي إطار هذه الحلقة ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا. دكتور علي، مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم، أشكرك طبعا على تلبية الدعوة. وزي ما يمكن قلنا في البداية، فكرة يعني الحروب أو المعارك أو الصراعات أو التهديدات الدولية لما بيكون في نزاع سياسي أو أمني ما بين دولة وأخرى بشكل عام، فكرة التهديد باستخدام السلاح النووي، فكرة التهديد بإبادة العالم خاصة مع الدول اللي بتملك وتمتلك قدرا كبيرا من التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة، ربما هذا سلاح ذو حدين، يعني يحمل جانب إيجابي وفي المقابل يحمل جانب سلبي أو جانب يبدو مرعب وقبيح ومخيف في فكرة تهديد أمن وسلامة واستقرار العالم. هي اللي هي النووية مثلا، نتكلم من ناحية النووية، ده من منطلق حاجتين. أنا عندي في أسلحة نووية استراتيجية، والأسلحة النووية الاستراتيجية دي بتبقى ضخمة من ناحية التدمير، يعني قوة تدميرها عالية جدا، دي ممكن مثلا تضيع مثلا مدينة زي القاهرة مثلا. وفي أسلحة نووية تكتيكية، يعني صغيرة استخدمها في الحرب، يعني ممكن مثلا قدامي لواء دبابات ممكن استخدم معاه قنبلة نووية تكتيكية صغيرة تدمره بالكامل، يعني مرتبطة بحيز معين، يعني بتبقى قدرتها هم صنفوها اما تبقى اقل من 15 كيلو طن اللي هي بتاعت هيروشيما، قالوا اقل من كده قالوا دي تبقى تكتيكية، لو اكبر من كده تدخل في القنابل الاستراتيجية. من وجهة نظر الشخصية ان القنابل الاستراتيجية لا ولن تستخدم، هي فقط للردع، ويعني عشان العدو بتاعي يخاف بس، وما يستخدمش القنابل او الاسلحه الاستراتيجيه بتاعته. لكن يمكن تستخدمي القنابل التكتيكيه في الحروب، ودي اللي ممكن تلجا اليها اي دوله في الحروب، يعني في حرب عاوزه تنهي الحرب اسرع مما يمكن، لان الحرب كل ما بتطول تكاليف ويموتوا ناس سواء من الجانب ده او الجانب ده. طيب لما تستخدم هذا السلاح كمان ناس هتموت، بس حضرتك تقصد يعني من وجهه النظر الاستراتيجيه ان هي بيتم حسم الصراع والمعركه بعيدا طبعا عن الابعاد الانسانيه، احنا بنتكلم من وجهه نظر القائمين على الامر في هذا عاوز ينتصر مجال باي طريقه فيمكن، ودي سياسه الارض المحروقه. ودي بيلجا لها اخر ورقه، تبقى اخر ورقه في اللعبه يعني. طيب انا برضو بقول ان الاسلحه التكتيكيه برضو مش هتستخدم. ليه؟ لأن هو نفسه القوى العظمى سواء أمريكا أو روسيا عندهم قنابل تقليدية، قنابل عادية تقليدية، أمريكا بتسميها أم القنابل وروسيا بتسميها أبو القنابل، اللي هم بيسموها القنابل الفراغية. اتعملت القنابل دي علشان الجبال بتاعت أفغانستان، علشان طبعا المجاهدين كانوا بيدخلوا في الجبال ما يعرفوش يجيبوهم، فالقنابل دي حارقة وخانقة لأن بتاخد أكسجين اللي في المنطقة، يبقى الإنسان مش هيتنفس بيموت، ضغط عالي مع ضغط عالي مع حرارة جديدة تتخلل أي فتحات داخل الجبال، هي بتسحب الهواء، هي بتسحب الهواء، تسحب الأكسجين منه، يبقى الإنسان اللي قاعد في الكهف مش هيتنفس هيموت. فالأم القنابل أبو القنابل دي موازية للقنابل النووية التكتيكية. يبقى معنى ذلك ان برضه القنابل النووية، يعني اقصد اقول مش دايما مفهوم القنابل للنسف او للتفجير، لا ممكن زي ما حضرتك بتقول ان في نوع من القنابل فيما يسمى بام القنابل كما تصفها الولايات المتحده الامريكيه وكما تصفها روسيا، انه مش للنسف او للتفجير بس لسحب الاكسجين، وبالتالي مع ضغط عالي وحراره عاليه يقوم لما الجسم يسيح، يعني خلاص مفيش تنفس بيموت يسيح، يبقى دي للاحياء يعني تقريبا للاحياء. فبالاضافه اللي فيه قنابل نيترونيه يعني بالنيترون برضو دي ما تعملش تموت الناس، يعني تموت الخلايا الحيه سواء نبات او انسان او حيوان، تموته تقعد بس البتاع، لان القنبله الذريه سواء تكتيكيه او استراتيجيه
بيبقى لها ثلاث حاجات. بيبقى لها ضغط عالي جدا، حرارة عالية جدا، ضوء عالي جدا، وناتج القنبلة بقى انفجارها مواد مشعة. يعني اللي على بعد 600 متر 700 متر كيلو كيلو ونص ده هياخد جرعة إشعاعية بيموت. لأن الجرعة الإشعاعية لما بتزيد عن حد معين الجسم الإنسان بيموت، يعني سواء بيموت في لحظتها أو بعد شوية، بعد يوم، بعد اتنين، بعد ساعة، يعني بيموت بياخد جرعة إشعاعية كبيرة بتعدي ال 10,000 ملي سيفرت. يعني لو جالنا يعني أنا عشان يحصل لي كانسر من الأشعة، يجي لي سرطان من، يعني أول بداية الأشعة ما تأثر جامد تجيب سرطان. يعني وفي حاجة اسمها متلازمة الأشعة، متلازمة دي أما تاخدي جرعة أشعة يحصل لك قيء ويحصل لك غثيان وحاجات كده، اضطرابات في الجسم الإنسان. وبعدين لو جرعة زادت بيصدر سرطان. يعني كان في ما يسمى بغاز الخردل أو بعض الأمور، يعني دي حاجات كيميائية. حاجات لكن مش إشعاعية. عشان بس في يعني لبس يمكن عند الناس او عدم فهم دقيق ما بين يعني النووي، اسلحه الدمار الشامل، يعني في حقيقه تفصيلات كثيره جدا. الكيماوي والنووي والبيولوجي دول اسلحه دمار شامل. دول الثلاث دول اسلحه دمار شامل. يعني مثلا مش هتكلم في السياسه عشان يعني مثلا اسرائيل ما دخلتش في اتفاقيه منع شر الاسلحه النوويه. احنا دخلنا لكن احنا ما دخلناش في الاسلحه الكيميائيه، ما ضمناش يعني. فاحنا عندنا يعني عندنا الردع يعني هي عندها نوع احنا عندنا الردع، يعني ده ردع نوع من التخويف لكن لا يستبدل. اللي انا عاوز اقوله ال 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 كل جسم يعني كل اعضاء في جسم الانسان، اللسان، العينين، القلب، كلها ليها حساسيه للاشعاع. صحيح. يعني كل حاجه واللي حساسيه للاشعاع. وبرده العمر، وبتعتمد على كمية الأشعة اللي جاية ومدتها قد إيه. يعني اتعرضتي في فترة كبيرة ولا فترة صغيرة قوي. صحيح. يعني صحيح. يعني حتى لما الواحد بيعمل كشف عادي بقى بعيدا عن الحروب والمعارك والصراعات أو أشعة عادية، بيبقى برضو في ضوابط معينة على أساسها بتعمل الأشعة دي، ما بيبقاش الموضوع عشوائي كده أو فوضوي. يعني كل شيء بيبقى مدروس بمنتهى الدقة زي ما حضرتك بتقول، لتداعياته على يعني صحة الإنسان بشكل عام، فما بالك بقى بالحروب والصراعات. كل جسم في كل جزء في الإنسان ليه حساسيه للاشعه. تمام. وعشان كده الدكاتره او الكشف او العلاج بالاشعه او الدياجنوسيس اللي هو تفحص بالاشعه بيبقى محدد ومفيش منه خوف. مش منه خوف ابدا. احنا نفسنا عايشين في اشعه. يعني انت سيادتك بتاخدي 2.8 من 10 ملي سيفرت في السنه من الاشعه، سواء من الارض، من الاكل والشرب. من الاكل والشرب بتاخد 3 من 10 ملي سيفرت. احنا نفسنا احنا مولودين فينا اشعه جوانا. يعني في العظم بتاعنا في اشعه، في كربون 14، في اشعه. وعشان كده في بعض الاماكن على مستوى العالم ما ينفعش تعيش فيها. يعني في مكان في البرازيل المواد اللي فيه مواد الارض بتاعته فيها مواد مشعه، وفي مجال وفي برضه مكان موجود في ايران ما ينفعش تعيش في المنطقه دي. لو تعيش في المنطقه دي تاخدي جرعات اشعاعيه وتموت. دي طبيعه المكان. مكان بيبعد عنه. لكن عموما ما فيهوش تدخل بشري اقصد يعني. لا 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 يعني لا لا لا, لا. لكن عموما الجرعه الاشعاعيه اللي بتاخديها من الـ من الـ من الباك جراوند، يعني القعد المكان اللي انت فيه عموما يعني متوسطه 2.8 ملي سيفر. قلنا اكتر من 100 ملي سيفر يبدا بيحصل سرطان. 10,000 ملي سيفر اي انسان هياخدها مهما كان هيموت. طب يعني احنا بنتكلم مع تنويعة الاسلحة، يعني فكرة انه في تنويعة في الاسلحة بشكل كبير جدا، يعني مش موضوع بقى طائرات، صواريخ، الاسلحة التقليدية، الدبابات، يعني الحاجات اللي هي المتعارف عليها كأداة من ادوات الحروب والمعارك والصراعات المختلفة. احنا بنتكلم في نووي، في حضرتك بتقول ان في انواع كتيرة جدا طبعا، يعني تعلمنا من حضرتك دلوقتي
أو استفدنا منها فيما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية، إن هي ممكن تنسف أو تدمر بلد أو محافظة بأكملها، وفي الأقل منها خطورة الحيز الانتشار بتاعه بيكون يعني أقل أو أضيق. مع هذا التطور اللي يبدو أنه هو تطور مخيف بيهدد البشرية، حضرتك بتقول أن التلويح بي من الوقت للتاني فقط يعني لتسويق أنه أنا كبلد قوية وأقدر أن أنا أرضع أي حد يحاول أنه هو يهجم علي أو ينال من سيادتي، لكن على أرض الواقع ده مش لا مش هيتم. طب فيما يتعلق بهيروشيما مثلا، هل المقارنات في المجال ده مختلفة ولا إيه؟ عارفة سيادتك كويس أن ذكرت الحتة دي. هيروشيما وناجازاكي دي آخر قنبلتين، آخر قنابل تترمي على مدن، مش بعدها ما فيش قنابل تانية، خلاص انتهى الموضوع، لأن الأهوال اللي حصلت في هيروشيما وناجازاكي كانت صعبة. الأمريكان نفسهم شافوها والعالم كله شافها، مش معقول تتكرر، بشع يعني، مناظر بشعة يعني، حاجات بشعة ما تقدرش تحمليها، فلا يمكن هيكررها تاني. بس احنا مش في المدينه الفاضله يا دكتور، يعني وارد انه مع اي تصرف او اي امر يتم اصداره ده شيء امر ده شيء هيكون غير مضمون انه ده يحصل او ما يحصلش، بس انت في المقابل بتحاول ان انت تتعامل مع يعني هذه المخاطر قدر المستطاع من يعني امكانيات ووسائل متاحه بالنسبه لك. تمام. يعني 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 انت عارفه يعني مثلا نقول لو احنا مثلا في حرب نوويه، العساكر اللي هم في المعركه او في جنود شرق بيدوهم طبعا تجهيزات وحاجات، بيدوهم ماسكات وحاجات من كده بحيث ان هم يتعاملوا قدام الاشعه. بالنسبه للافراد، الافراد بقى المدنيين بيحاولوا يدوهم اليود، كبسولات يود او حبوب من اليود. ليه؟ لان الغده الدرقيه اللي في الانسان وهي مسؤوله عن الاتزان الانسان عموما يعني، الغده الدرقيه دي لما بتتعب الانسان بيبقى خلاص. فالغده الدرقيه دي بتعيش على اليود يعني، يعني اكلها وشربها يود. ف حاله انفجار قنبله نوويه بيطلع يود مشع، فانت ممكن تاخديه تستنشئيه، يبقى هيروح فين؟ هيروح الغده الدرقيه. فعشان يمنعوا ان الغده الدرقيه تاخد اليود المشع، بيدوا للانسان حبات يود بحيث ان يحصل تشبع للغده الدرقيه وما تاخدش اليود المشع لو جالك. طبعا خطوره ان يبقى في اي تهديدات امنيه او صراعات بجانب يعني محطات نوويه كمان، دي ازمه كبيره جدا يمكن احنا متابعينها في الفتره الاخيره في الازمه الروسيه الاوكرانيه. ايوه. فانا شايف ان التلويح باستخدام القنابل النوويه ده نوع من الردع او بس الذعر في الجانب الاخر، لكن استخدامها صعب، وخصوصا وهم عندهم قنابل يعني قنابل تقدر تقليديه تقدر تنهي الحرب يعني. طبعا يعني يعني استخدام القنابل النوويه صعب يعني. طبعا محدش مع الحرب او الصراعات او يعني انتهاك الانسانيه بشكل عام. تمام. بعيدا عن يعني الجنس او النوع او اللون او اللغه، يعني فكره المفروض ان الكل يعزز من مفهوم وقيم الانسانيه، بس زي ما قلنا ان احنا مش في المدينه الفاضله، في صراعات لا تعد ولا تحصى، ربما طبعا يعني الشعوب هي اللي بتدفع فاتوره هذه الصراعات السياسيه والامنيه المختلفه. طب حقيقه في اكتر من شق معانا في هذه الحلقه، ومنها يعني ملف اخر متعلق بازمات العالم والبحث عن مصادر متجدده للطاقه. طيب هو طبعا منظومه الطاقه العالميه يعني النهارده المناخ هو الهدف الرئيسي في منظومه الطاقه العالميه. يعني انا علشان درجه الحراره ما تزيدش، يعني مؤتمر باريس 2015 حدد ان درجه حراره الارض ما تزيدش عن 1.5 من ايام الثوره الصناعيه. تمام. وبالتالي هم حاطين هدف ان في 2050 يبقى انبعاثات الكربون من المصادر الاحفوريه اللي هو الغاز والفحم والبترول تبقى زيرو، يعني مش هيستخدموها بمعنى الاصح. يعني المصادر الاحفوريه غاز وبترول وفحم المفروض في 2050 لا تستخدم، او لو استخدمت يبقى ما يبقاش فيها ناتج تطلع غازات دفيئه او ثاني اكسيد الكربون. طبعا في بدائل. لا هيعملوا فلاتر.
بيعملوا لتنقية العادم اللي طالع من من المنشأة الصناعية أو المحطة. الفلاتر صعبة، يعني صعبة، صعبة في التنفيذ، صعبة في التكاليف، يعني بتغلي سعر الكيلووات ساعة على بالنسبة للكهرباء مثلا، أو بتغلي سعر المنتج. عشان تعملي فلاتر يغلى سعر المنتج. طب أحسن حاجة يبقى الاتجاه، أحسن اتجاه فين؟ الاتجاه للطاقة المتجددة، سواء شمسي أو رياح أو أمواج بحر أو الكتل الحيوية أو سيران المية، يعني الطاقة الطبيعية، طاقة بطن الأرض، طاقة طبيعية، الطبيعة. لكن استخدامها أو استثمارها ده شيء سهل وشيء متاح ولا مكلف يا دكتور؟ لا يعني من دولة لدولة، يعني مثلا في، يعني لو الحاجة دي عندنا موجودة بس عشان أوظفها إن هي تكون يعني طاقة، مصدر من مصادر الطاقة الرئيسية اللي أعتمد عليها بشكل كبير، فكرة التوظيف ده بيحتاج تكلفة، بيحتاج مناخ من نوع معين أو كده؟ طيب يعني مثلا لو جينا للطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية هي عشان أطلع كهرباء هستخدم أو استخدمها، يعني أطلع كهرباء هستخدم طريقتين، يا اما استخدم ضوء الشمس، ضوء يعني اللي هو الفوتونز، يعني الضوء بتاع الشمس، او استخدم حراره الشمس. ضوء الشمس اللي هو الالواح الكهروضوئيه اللي انت بتشوفيها دي، اللوح الشمسي، مش كده؟ اول موجود في الكالكوليتر، يعني كان في الكالكوليتر كده في لوح شمس صغير بياخد الضوء مش الحراره، ضوء الشمس. أيوة. بيعتمد على ضوء صح. يعني هو فعلا الكالكوليتر بيتفتح وبيتقفل بالاضاءه يعني. طيب يبقى معتمد على الضوء، يبقى في بعض الاماكن مظلمه زي مثلا في القطب الشمالي ويقعد فتره كبيره مظلم، يبقى مفيش ضوء، يبقى طاقه شمسيه ضوئيه تبقى بالنسبه له ما تنفعش. فلازم يكون عاوز اماكن ومساحات فيها ضوء علشان يطلع طاقة زي كهربية. مصر طبعا يعني ربنا انعم عليها بالشمس. دولة لدولة وهل في غيوم؟ يعني اوروبا مثلا فيها غيوم وفيها امطار كتير، يبقى كمية الطاقة اللي طالعة هتقل، لكن في مصر لله الحمد ربنا حبانا يعني الجو صح، وبالتالي الغيوم مش موجودة، الحاجات دي موجودة صحيح. يبقى طاقة عليه. لكن نفس الوضع في الرياح برضو، في اماكن فيها رياح، يعني مثلا ما نشوفه شمال اوروبا، انجلترا والدنمارك والدول دي كلها فيها كميه رياح رهيبه، يبقى انا ممكن اعمل طاقه رياح. هنا عندنا في مصر في بعض الاماكن فيها رياح، لان انت علشان تعملي توربينه رياح لازم سرعه الريح ما تقلش عن 4 متر على الثانيه، ما تقلش عن كده، لو قلت يبقى المنطقه دي ما تنفعش. يعني 4 متر فيما فوق 6 متر، يبدا من 6 متر، يعني احنا عندنا اماكن فيها 10 متر، 10 متر في الثانية سرعة ريح، يبقى تنفع. يبقى أنت بتدوري على الأماكن المناسبة والمساحات المناسبة عشان تحطي فيها طاقة شمسية أو طاقة رياح. خلاص؟ الطاقة الشمسية الحرارية محتاجة طبعًا، إحنا عندنا أسوان والصعيد والأماكن والصحراء دي كلها يقدر تعملي طاقة شمسية حرارية بالمرايات. يعني تاخد حرارة الشمس بالمرايات وتوجهيها على بويلر، على غلاية. الغلايه دي تسخن ميه تطلع بخار دور توربين، بس دي اغلى شويه من ومكلفه شويه عن الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه اللي هي الالواح. الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه ممكن تبنيها بسرعه، يعني المصنع بيديك الالواح تبنيها، ممكن تحطها فوق البيت عندك. يعني انت مثلا عاوزه كيلو وات ساعه، ممكن تحطي 10 متر مربع الواح يديكي كيلو وات ساعه. وسهله، لكن تعملي بقى بالحرارة صعبة. طب العيب بقى هنا ايه في الاتنين دولت، سواء شمسي او رياح. التخزين. لان الطاقة دي متقطعة، يعني صحيح. في ريح في خلاص في طاقة، مفيش ريح مفيش طاقة، مش كده؟ طيب عاوز اخزن، يعني مرتبط بوقت، مرتبط بزمن، مرتبط بعدد ساعات. عاوز اخزن بقى عشان بالليل مثلا مفيش ريح، عاوز اخزن الطاقة عشان لو مفيش ريح المخزن ده يديني طاقة. التخزين حاليا دلوقتي سعره 12 سنت، يعني حوالي 180 قرش على الكيلو وات ساعة، غالي جدا. قال لك عشان التخزين يبقى مناسب لازم ينزل اقل من 3 سنت.
يعني ينزل على 45 قرش معايا؟ اه يبقى 1 سنت 2 سنت نص سنت، يعني لازم يبقى عشان الكيلو وات ساعه هيغلى بقى. يعني انا دلوقتي ولنفرض ان المحطات الكهرباء الرياح والشمسي والبترول كلهم زي بعض الكيلو وات ساعه ثمنه، يعني الثمن واحد ولنفرض ان كلهم متساويين، تمام. انا لو دخلت التخزين لو استخدمت التخزين في المحطات الكهروضوئية او المحطات الحراريه او محطات الرياح هيعلى سعر الكيلو وات ساعه، يبقى بالنسبه لي صحيح. طب حضرتك اتكلمت على الاسعار او عن التكلفه، بس في البعض ممكن يكون شايفنا دلوقتي مش مستوعب او مش فاهم او مش متصور فكره ان انا اخزن الرياح يعني تيجي ازاي، او اخزن الشمس او الطاقه الشمسيه ازاي، يعني دي ممكن تكون متمثله في ايه، او يعني تبسط لنا الفكره نفسها عشان نفهم مفهوم التخزين للمصادر الطبيعيه. تمام. التخزين ممكن اخزنه في حاجات كتير، يعني وسائل التخزين كتير، يا اما اخزنه ببطاريات، يعني الطاقه الشمسيه دلوقتي وهي شغاله بتطلع لي كهرباء، اخزن جزء من البطاريات، ولما الكهرباء تقطع اقوم شغال بالبطاريات، مش كده؟ بطاريات ممكن اخزن ازاي؟ ممكن اخزن ان انا ارفع ميه فوق جبل، تمام، عندي كهرباء زياده ارفع ميه فوق جبل، ولما كهرباء عندي عاوز كهرباء زياده اقوم منزل الميه على توربينات من الجبل مثلا 200 متر، انزل بطاقه الوضع على توربينات تدور التوربينات تديني كهرباء، يبقى تخزين بخزن في طاقه وضع. في بعض الناس دلوقتي بيخزنهم ان هم يرفعوا كتل من الاسمنت فوق عاليه جدا بالكهرباء، ولما يعوز كهرباء زياده او عاوز في نقص كهرباء ينزل الكتل دي واحده واحده تدور ايه توربينات برضو. يعني كهربا. في بدائل وفي بدائل افكار كثيره لفكره او مفهوم التخزين. برضو ممكن تخزني في الهيدروجين، تمام، يعني وانت بتطلعي كهرباء خلي المنتج ثانوي هيدروجين وخزني الهيدروجين. أيوة. وبعد اما تعوزي كهرباء خدي الهيدروجين واحرقيه يديك كهرباء. يعني وسائل التخزين موجوده، لكن حتى الان وسائل التخزين بترفع سعر الكيلو وات ساعه ب 12 سنت. يعني التكلفه او الصعوبه او الاشكاليه في وسائل التخزين مش في توفر الطاقه، خاصه بالنسبه للبلدان اللي عندها مثلا وفره في الشمس او في المصادر الطبيعيه عموما، في الرياح ما عندهاش مشكله في مصدر الطاقه الطبيعيه نفسها، قد عندها مشكله في فكره التخزين نفسه، هو اللي مكلف. التخزين مكلف. عشان كده حتى اوروبا وشمال اوروبا يدوروا يخزنوا دلوقتي في الهيدروجين. واحنا اتجهنا للهيدروجين لنفس السبب، لان انت لازم يكون عندك احتياط تخزين، خلي بالنا من دي، مش احتياط في على الشبكه، لا احتياط تخزين على الاقل 6 جيجا، تمام. يعني الشبكه الكهربائيه على الاقل المصريه لازم يكون فيها احتياط تخزين 6 جيجا معايا. طب حضرتك كنت بتقولي انه الطاقه الاحفوريه اللي هي متمثله في البترول وفي الفحم المفروض ان هي تتراجع او يتراجع استخدامها بحلول 2050، وفي المقابل ربما الطاقه الطبيعيه الشمس الرياح وخلافه يعني تتصدر المشهد. هل في خطه معينه او استراتيجيه؟ لا، هو معدوله هو معدوله النووي داخل، تمام يا فندم، لان خلي بالنا الطاقه المتجدده اللي هي رياح وشمسي طاقه متقطعه، تمام، وبالتالي المصانع والحاجات المهمه اللي في البلد الصناعه عاوز 24 ساعه طاقه، يبقى مين اللي بيديها 24 ساعه طاقه؟ المصادر الاحفوريه اللي هي محطات الغاز ومحطات الفحم او محطات البترول. مين البديل ليها اللي يديك 24 ساعه طاقه؟ الطاقه النوويه. صحيح. انا في النهايه يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقه ونائب رئيس هيئه المحطات النوويه سابقا، شرفتنا ونورتنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. اشكرك، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. نهايه هذه الحلقه من المشهد، تقبلوا تحياتي والى لقاء جديد.